اوكي مارجو وماريان. يس اهلا بيكم، مبسوطين جدا ان انتوا معانا في الحلقه. احنا مبسوطين ان احنا معاكي. كوريك انتوا تعرفوا مينا؟ يعني شويه لقويها في الشارع على طول كانوا بيقولوا لي كده على فكره. منى متهيألي كانت بتقول لي كده، بتقول لي احنا على فكره لقيناك في الشارع. ايه ده يور بولينج هنا؟ انت كنت بتتنمري؟ عارفه الحكايات بتاعت كل الاطفال وهم صغيرين اللي هو انا لقيتوني في الشارع وكده، فكان كنا دايما نهضر مع بعض. على فكره كل الاطفال كلنا بنقول لاولادنا كده عادي جدا. طيب انتوا اصلا عايشين في كندا برضو، جايين في الزياره السريعه مع مينا؟ بالظبط. احنا وير فولوينج مينا. يا سايبني في حالي يا هو اللي قالنا نيجي على لا لا، اولا هو مينا بيحبكوا جدا، بس ده ما يمنعش ان هو قال كلام من وراكوا. احنا ما سمعناش، فقول لنا بقى. انا هقول لكم بس الاول، احكوا لي قد ايه كان، مش كلام بقى تلفزيون، بجد في البيت لما اخوكوا طلع على الشاشه شفتوه اول مره في فيلم علاء الدين البريمير، يعني احكوا لي كده. بصي، هو بابا يعني ما بيبقاش متفاعل جدا all the time، يعني هو مش emotional قوي، لكن احنا كنا قاعدين نتفرج على مينا وعمرنا ما شفناه يعني بالشكل ده، يعني كان متأثر جدا جدا جدا. احنا شخصيا ما كناش مصدقين نفسنا. انا شخصيا ما عجبنيش. باباكو كان متأثر جدا جدا. طب وماما؟ وماما طبعا، بس ماما على طول يعني هي بتعيط على طول اصلا. يعني هي ام مصرية على طول بتعيط، حاجة تفرحها حاجة ما تفرحهاش نعيط على طول. بس بابا مختلف، فاللي هو عمري ما شفته متأثر كده. انتوا حضرتوا البريمير، حضرتوا العرض الاول ولا ما قدرتوش؟ احنا حضرنا البريمير في LA، يعني طبعا مينا هي شود اس يعني اكسبيرينس فظيعة بصراحة. يعني هو كان يعني كان عايز يتأكد ان تبقى experience لينا زي يعني ما هي. كان مركز ان انتوا اخواته ومامته وباباه هيتفرجوا ازاي على الفيلم؟ طبعا، يعني هو عمل efforts، ما اقولكيش يعني عمل efforts قد ايه ان احنا نبقى موجودين معاه ونكون على الريد كاربت معاه ونتصور معاه ويعني enjoy كل حاجة. يعني عارفة لما انت قلتي من شوية قد ايه هو طيب ده؟ He's very kind. فعلا he is. يعني I think دي كانت أول experience لينا إن إحنا نعرف الحتة دي من مينا، إن he tried find كل اللي يقدر عليه إن إحنا نعيش ن have نفس ال experience اللي هو بيعيشها every day. الله يا مينا. He did.